خبر جميل عن إعلان السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، بدء جائزة أو بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة. دكتورة نيفيني كيلاني وزيرة الثقافة أعلنت عن بدء التقدم خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر للفئتين العمريتين من سن 5 ل 12 سنة ومن سن 12 ل 18. اللي ما يعرفش الجائزة دي، هي جائزة تقدم في مجالات الأداب والفنون والإبداع والابتكار، وفي جائزة واحدة يعني كل فرع من هذه الفروع بياخد جائزة قيمتها 40,000 جنيه. احنا محتاجين نعرف تفاصيل، لانه اعتقد جائزة المبدع الصغير ما بقالهاش فترة طويلة، فاحنا عايزين نعرف تفاصيلها وازاي شروط التقدم ليها في مختلف هذه التخصصات. دكتور هشام عزمي معانا على التليفون، الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة. دكتور هشام مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا دكتورة دينا، ومساء الخير على السادة المشاهدين. ببساطة كده عايزين نعرف ايه جائزة المبدع الصغير، شروط الالتحاق بيها، ازاي بيتم التقدم ليها، هل اونلاين ولا في فعاليات بتحصل من خلال وزارة الثقافة؟ جائزة الدولة للمبدع الصغير ان شاء الله غدا هتبدأ دورتها الثالثة. احنا من حوالي اسبوعين معالي وزيرة الثقافة كان في احتفالية لتوزيع الجوائز على المبدعين من الدورة الثانية. يمكن دي المرة الأولى اللي بيتم الإعلان فيها في التوقيت ده، وده الحقيقة شيء جديد، لأنه هيعطي فرصة أكبر للمبدعين الصغار السنة دي إن هيكون عندهم فرصة أطول للتقدم بأعمالهم. إحنا الدورتين اللي فاتوا لظروف خاصة، الدورة الأولى عشان كان أول دورة وكان صدور قانون كان في بعض الإجراءات، السنة اللي فاتت أعلنا في يناير، إحنا السنة دي أهو بنعلن في بدايات أكتوبر، وهيكون عندهم فرصة لآخر ديسمبر بإذن الله. والحقيقة أن التوقيت ده مهم جدا برضو، لازم نقول أنه جاي مع بدايات الدراسة، مش جاي في فترة امتحانات، مش جاي لما الأولاد، وحضرتك عارفة كان مع ظروف الكورونا برضو، فالظروف إن شاء الله السنة دي هتكون أفضل كتير، وتدي فرصة للأولاد في كل المحافظات مصر أن هم بإذن الله يتقدموا. هتبدأ جولة جديدة من البحث عن الموهوبين والمبدعين والنابغين في كل ربوع مصر. ايوه، ما انا عايز اعرف الجوله ازاي، الجوله على الارض في بحث على الارض في تصفيات؟ لا، هو الحقيقه لما بقول احنا هنبدا جوله جديده في البحث، انه من خلال الاعمال اللي بيتقدم بيها المبدعين الصغار وبعد كده بتشكل لجان تحكيم على مرحلتين، فاحنا بنتلقى الاعمال خلال الفتره اللي احنا اتفقنا عليها زي ما حضرتك قلت في المقدمه، اعتبارا من بكره الى نهايه ديسمبر. بعدها بتبدا فتره مهمه جدا هي فتره التحكيم، لكن قبل ما نتكلم على التحكيم خلينا نقول هم الولاد كيف سيتقدم الاطفال والنشء ليه؟ انا حديث اقول النشء لان احنا عندنا فئه عمريه ممتده لحد 18 سنه، فدول حاليا مش اطفال. كله نشء، كله نشء يا دكتور هشام لحد 21 سنه. هم عندنا احنا من العام الماضي الحقيقه عملنا موقع الكتروني ليتمكن الاطفال ان هم كل الاعمال بدون حاجه ان هم ياتوا الى المجلس الاعلى للثقافه، ان هم ممكن يحملوا الاعمال من خلال الويب سايت ده. والحقيقه انه تجربه السنه اللي فاتت كانت تجربه ناجحه جدا، انه اكثر من 95% من الاعمال اللي تلقيناها في كل المجالات والفروع الخاصه بالجائزه تم تلقيها اونلاين. ده توجه الدوله نحو التحول الرقمي، توجه العالم فعلا. الفئات العمريه، الموقع اسمه المبدع الصغير يا دكتور. المبدع الصغير هو في موقع الويب سايت موجود على الفيسبوك، وفي كل الشروط الخاصة بالجائزة وكل المجالات والفروع. لا، عايز أعرف يا دكتور معلش تحديدا، يعني إحنا بندخل على الفيسبوك الخاص بوزارة الثقافة؟ لا، في جائزة الدولة للمبدع الصغير. يعني نكتب كده في محرك البحث جائزة الدولة للمبدع الصغير؟ العنوان لو حضرتك عايزاه، عشان أنا بعته عشان لو كان ممكن ينزل، هو www.ckp.ev. C for creative و K و P.EG. Yes. Okay. لكن هم لو عملوا سيرش على أي محرك على جوجل وكتبوا جائزة الدولة للمبدع الصغير، وما شاء الله قلت على فكرة هم دلوقتي من بقالهم سنتين بيخشوا على الفيسبوك متفاعلين، سواء في فترة التقدم وفترة الإعلان،
فهم معظم الاطفال عارفين الفيسبوك فيه لينك للويب سايت بالزبط. لو هم حابين يدخلوا على الويب سايت اهو زمايلي جابوه سي بي. انا بعته فعلا على الزملاء في الاعداد علشان ينزل على الشاشه واحنا بنتكلم. اوكي هو ده الموقع اللي ممكن ده غير صفحه الفيسبوك. صفحه الفيسبوك فيها اخبار فيها متابعه للجائزه، لكن ده الموقع اللي من خلاله الاطفال ممكن بيعملوا ابلود للاعمال بتاعتهم في كل المجالات. انا بشكرك دكتور. عندي سؤال اخير، عايز بس لو سمحتي اوضح حاجه عشان دي مهمه، انه احنا عندنا ثلاث مجالات بثمان فروع بفئتين عمريتين من 5 ل 12 ومن 12 ل 18، لكن احنا اعتبارا من الدوره الثانيه عندنا اثنين فائزين في كل مجال في كل فئه عمريه. يعني احنا بدل ما كان عندنا في الدوره الاولى 16 فائز بس مبدع صغير، احنا دلوقتي عندنا 32 مبدع صغير في المجالات المختلفه. يعني بقى اول وثاني في كل فئه. بالظبط كده بالظبط لكل فئه عمريه. طيب دكتور هشام معلش تفصيلا كده الاداب وبسرعه كده حضرتك قول لنا قصه قصيره مسرحيه اي حاجه. عندنا قصه شعر وتاليف مسرحي. حلو. في مجال الفنون عندنا رسم وعزف وغناء. حلو قوي. وفي مجال التطبيقات العلميه عندنا تطبيقات اللي هي بيعمل ابلكيشنز على موبايل او يعمل حاجه على ويب سايت. حلو. وعندنا مجال الابتكارات او الاختراعات العلميه ان هو بيقدم حلول مبتكره لمشكله من المشكلات الموجوده، وفرصه برضو ان احنا نذكر احنا مركزين السنه دي بمناسبه ان شاء الله قمه المناخ، انه في توصيف الجائزه ولادنا هيقروا انه بنشجع الابتكارات والتطبيقات في مجال المناخ هذا العام تحديدا. انا بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا. وقد ايه المسابقات اللي زي دي يعني ممكن احنا النهارده ما ننتبهش وولادنا ما ينتبهوش، بس اللي ينتبه الله يخليكوا جائزة المبدع الصغير أي مشاركات وجوائز. القصة مش بس في الجوائز، لكن القصة في إنه الشخص اللي عنده هذه القابلية للمشاركة وتقديم حاجة جديدة وتقديم نفسه للناس هو نفس الطفل ده اللي انت هتقابله بعد 10 سنين رائد أعمال، ده اللي هتقابله بعد 15 سنة رجل أعمال صغير أو حد في مجال سوق العمل بيقدم حاجة حقيقية. الناس اللي بتسبق فيما بعد التخرج غالبا بتبقى بدأت بدري شوي، ولما بنعلم ولادنا انه في حاجه في عالم اخر ما بعد المدرسه وفي حاجات تانية في الحياه بنعملها غير المدرسه، ده جزء من تكوين شخصيتهم. عشان كده جائزه المبدع الصغير هتاخدوا بالكم كده انه تحت رعايه السيده انتصار السيسي الدوله السيده الاولى في الدوله تهتم بالاطفال انهم نشوفهم نكون موجودين. احنا طول الوقت بنقول هم مش موجودين قوي على الساحة، بس على الأقل في فعاليات كتيرة جدا بتهتم بالأطفال.